السلام عليكم، اهلا بيكم. يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معكم شيماء. النهاردة هعمل معاكم وصفتين من وصفات الاونلاين. هنعمل كيك يومي حلو جدا في الشتاء، طبعا مطلوب في اللانش بوكس، وكمان هعمل معاكم البراونيز. طبعا البراونيز عملته معاكم كتير قبل كده في القناة القديمة، والحمد لله ناس كتير طبقت الوصفة ونجحت معاها. تابعيني لحد نهاية الفيديو، ما تنسيش طبعا تعملي شير ولايك للفيديو، وكمان عايزك تشتركي في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش. تعالي نشوف النهاردة هنعمل وصفاتنا ازاي. اول حاجة هعمل معاكم وصفة البراونيز. معايا نص كوباية من الزبدة الطرية، ومعايا كمان 200 جرام من الشوكولاتة، اي نوع طبعا شوكولاتة بتستعمليه. هاخد كده الشوكولاتة والزبدة احطهم على بعض واسيحهم على نار هادية جدا، طبعا مع التقليب المستمر عشان الزبدة ما تتحرقش، ولازم النار تكون هادية. ده شكل الزبدة والشوكولاتة بعد ما سيحتهم. دلوقتي بقى هركنهم كده يعني 2 او 3. بعد كده هجيب بولة احط فيها كوباية من السكر، وهضيف كمان 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وفانيليا. هخلطهم كويس بمضرب سلك او مضرب يدوي، يعني الوصفة دي مش بتحتاج ولا حليب ولا زيت ولا مضرب، تمام. خلطتهم شوية كده بمضرب يدوي، ودلوقتي هضيف خليط الشوكولاتة والزبدة طبعا مع التقليب المستمر زي ما انتم شايفين، علشان طبعا البيض ما يستويش من حرارة الشوكولاتة. هخلط بقى كده كل المكونات شوية، ودلوقتي هضيف المكونات الجافة. معايا كده كوباية من الدقيق، ومعايا كمان 2 معلقة كبار من الكاكاو الخام. اهم حاجة طبعا الكاكاو والدقيق يكونوا منخولين. هخلط بقى كده المكونات كويس جدا، وعايزه اقول لك ان القوام بيكون تقيل جدا، فما تضيفيش اي حاجه تاني، هي دي مكونات البراونيز الاصليه. هخلط كويس جدا، وطبعا بكون بقى مشغله الفرن على درجه حراره 100 و180، ومحضره صينيه مقاس 20 في 30 او 25 في 25. زي ما انت شايفه ده القوام المطلوب للبراونيز. دهنت كده صينيه فويل مقاس 20 في 30، وهنزل فيها خليط البراونيز، وهدخل الصينيه الفرن. يعني المفروض يقعد في الفرن حوالي 3 ساعة. الكيكة دي بتكون جوسي شوية، بتكون طرية يعني ما بتكونش ناشفة، فهي 3 ساعة حلو جدا عليها. انا سبتها نص ساعة بس، هي المفروض تتساب 3 ساعة بس، 20 دقيقة مش اكتر من كده. ده شكل الكيكة بعد ما طلعتها من الفرن. دلوقتي طبعا هسيبها بقى تبرد، وهقطعها طبعا بتقطعها الحجم اللي انت عايزاه. بوزعها بقى في طبق التقديم. زي ما انت شايفه الكيكه من جوه بتكون دسمه جدا، بس بيكون طعمها حلو جدا جدا، يعني كيكه غنيه وطعمها حلو. هنا بقى وزعتها كده في طبق التقديم، وليكي بقى مطلق الحريه انك تزينيها او لا. انا زينتها بمربى حليب، وكمان حطيت نوتيلا وصوص شوكولاته وشويه مكسرات. طبعا عايزاكي بقى تجربي المقادير دي، المقادير مظبوطه 100%، ما تزوديش اي حاجه ولا تنقصي اي حاجه. كيكه حلوه جدا وغنيه جدا، وطبعا مشهوره جدا في الكافيهات. تعالي بقى نعمل كيكه الشاي. معايا كده كوبايه من السكر، وثلاث بيضات بدرجه حراره المطبخ، حطيت كمان شويه فانيليا، وهضربهم مع بعض كويس جدا. اثناء الضرب ضفت نص كوبايه من الزيت كده بالتدريج، وهضيف كمان 2 معلقة كبار من الزبادي. طبعا الزبادي بتخلي الكيكة هشة جدا، فضفت كده 2 معلقة كبار.
مع الخلط طبعا، وهنا كمان هضيف نص كوباية من الحليب. كده بكون ضفت كل المكونات السائلة. دلوقتي هشيل المضرب واضيف المكونات الجافة. معايا كده كوباية ونص من الدقيق وباكو بيكنج باودر. هخلط بقى كده شوية الكيكة، وطبعا لغاية لما المكونات كلها تدخل في بعض. بعد كده هاخد ربع الخليط هضيف عليه معلقتين كاكاو منخول. هاخد بس ربع الخليط مش اكتر من كده، هحطه كده في بولة وهضيف ربع كاكاو منخول، معلقتين كاكاو اسفة منخولة. طبعا لازم الكاكاو تكون منخولة علشان بيبقى فيها كده حبيبات صعب ان انت تدوبيها. وضفت كمان مع الكاكاو ربع كوباية حليب، يبقى انا خدت ربع الخليط حطيت عليه معلقتين كاكاو منخول وحطيت كمان ربع كوباية من الحليب ودوبتهم مع بعض بالشكل ده. حضرت بقى قوالب فويل، الكمية دي يعني وزعتها في 2 قالب، قالب الانجليش كيك زي ما انتم شايفين. احط كده 3/4 الكمية من الخليط الابيض، وهضيف يعني شوية صغيرين كده من الخليط البني بس كده، وهوزع طبعا في القالب التاني. وطبعا الفرن بيكون سخن على درجة حرارة 180، هدخلهم برضو الفرن هتقعد تقريبا نص ساعة او ممكن ساعة الا ربع. طبعا اول لما بطلعها بسيبها تبرد خالص، بعد كده بقطعها. وده شكل الكيكة بعد ما طلعتها من الفرن. طبعا بسيبها تبرد خالص حوالي 2 أو 3 ساعات، بعد كده بقطعها. حلوة جدا للشاي مع الشاي بلبن، كمان حلوة جدا في اللانش بوكس، يعني أسهل حاجة ممكن تعمليها في الشتاء للفطار. بقطعها بالراحة بالشكل ده، وطبعا ممكن بقى تحتفظي بيها في التلاجة في علبة مغلقة، بتكون حلوة جدا في الفطار أو لو جايلك ضيوف. وطبعا زي ما قلتلك هي برضو مشروع مربح جدا. زي ما انت شايفة الكيكة هشة جدا وطرية جدا. طبعا هي يعني في الكاميرا تحس ان هي الكيكة صفرة، بس هي الكيكة فاتحة فاتحة جدا علشان طبعا الزبادي. ممكن كمان تضيفي مع الزبادي معلقة خل. وبكده بكون عملت معاكم وصفتين من وصفات الكافيهات او وصفات الاونلاين. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، ما تنسوش طبعا لايك وشير الفيديو، واستنوني ان شاء الله في وصفات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.